محاولات حاضرة عادت لوسط الملعب لمزرعة جانيب، تدخل موجود وخطر. شوف اللاعبين هكذا، نريد لاعبين محترفين يقاتلون عن طريق إيغور خيسوس. عزيزون، يا سلام على مهارات، على تمريرات، على مرور. الآن من جانب حكم مباراة اليوم السيد جانيب شاكير، هذه انطلاقة كرة الأمام في كرة، يا سلام على هذا اللاعب. يقتل الكرة في جمهور افتراضي، والآن في هدف افتراضي. إيغور خيسوس يعود بالكرة بالخلف، المحاولة لجانيب بسد، لكن برافو لحارس المرمى. من الكرة وعزيز جانيب ومشاربه أقرب. الله ما شفناه بصورة جيدة في مباراة اليوم، انطلاقة من جانيب والتسديدة مباشرة في هذا المكان. الآن عزيز جانيب جديد في نص الملعب، عالي وطويلة أقصى الجهة اليمنى. الله على الاستلام، الكرة بتتحول عزيز جانيب عرضية، الكرة أقصى الورات. سجل هدفين شباب الأهلي من 10 محاولات. سجل مريم، هذه المواجهة عزيز جانيب، عالي عرضية أمام المرمى. ممكن هذه كرة عالية. الله تكون بصماتها تبدأ تظهر. كرة بتعود الآن، جولة 22 تسديدة، هذا الأمر يحسب، ولكن بالتأكيد مسألة التسجيل ما كانت أيضا كبيرة، ولذلك هذا الأمر يحكم. أحد الشباب المبدعين اللي يستحقون منا كل كلمة مديع عزيز هيكل يرسل الكرة في مكان إلى الأوزبكي. الكرات العالية الجميلة من الأوزبكي سعيد في أجواء جميلة. الأمطار هطلت مو بغزارة قبل بداية هذه المباراة، لكن كرة سالم تتخلص، تعود مرة أخرى المحاولة. سقط ريكاردينيو هرم لوبيز، أدفع كثير مرتدى إيغور خيسوس. دقيقة كل ما تبقى على هذه المباراة وعلى هذا اللقاء في مواجهة صراحة لم لعزيز جانيف، كان الأوزبكي الوحيد في شباب الأهلي. الآن لا، جاله أيضا جلال الدين ماشاريبوف المعار من النصر السعودي. عندنا أيضا من المباريات الكبيرة في كرة القدم الإماراتية، أتكلم عن الشارجة يا صديق العين. نعم العين ليس في أفضل حالاته، لكن في إيطاليا وهي مسابقة بدأت في فلورنسا في مهرجان
اشقاء السيد سالم وحمدون لمواجهه اللاعب هرنانديز. الكره مبعده من امامه، عادت مره اخرى في الدقائق الاولى 1-0 يتقدم الفريق الابيض كبيره من حيث العدد من حيث المجهود، وبعد ذلك تحصل يكون الكل يرفع لك مرفعه احترام. الاهداف الخمسه رقم خمسه هي بكل معنى الكلمه في فتره من الفترات كنا قريبين. اللقطه الماضيه من جانب فريق الشارجه كره تتهيأ عاليه الى ايجو جوسون، ممكن تعدي هذه محيز جانيف على تنفيذ الضربه الركنيه في اخر خمس دقائق. يتقدم عزيز جانيف، عرضيه راسيه يا رباه، الكره ايضا بتتخلص والكره بتبعد مره اخرى. هل يتاثر دفاع شباب الاهلي بغيابات وليد عباس ومحمد مرزوق خاصه وان في ذكر العطاس بيلعب الكره في مكان سليم الى عزيز جانيف؟ شوف التمريرات العاليه يا فيها عبد العزيز هيكل يعيدها الى ماجد، الكابتن ماجد الى جانييف، جانييف اقصى الجهه اليسرى. المباراة الماضيه هذه غيابات اكيد تاثر على فريق عجمان، يمكن شباب الاهلي يعني يمتلك دكه بدلاء، يمتلك صف ثاني صف ثالث ايضا مميز. عجمان من الفرق اللي يعني الشباب الاهلي بدون اهداف حتى الان في الدوري هذا ولا مره، ربما هذه الاولى. عزيز جانيف في المكان السيء لكن تبعد تعود مره اخرى في وسط الملعب عن طريق عزيز جانيف في المكان السليم جهه وبالتالي مباراه الوحده والعين غدا هي ما بين الفريقين اللي ما خسروا حتى الان في دورينا. في الكره الماضيه تعود الى عزيز جانيف، عاليه من جانيف كارتابيا افضل. الشارجه متقدم بهدف نظيف والمباراه ستستمر، لكن في نوايا واضحه من جانب اللاعب هرنانديز. الكره مبعده من امامه، عادت مره اخرى لغاري. تنفذ الضربة الركنية بشكل قصير، عزيز في المكان اللي يحبه، عزيز عرضية رأسية، يا عرضياتك يا عزيز يا عرضياتك. عبد الله السيد اللي كان حاضرا في شوط المباراة الأول، هذه كرة عرضية عالية خطيرة. الهدف الثاني ضربات ركنية عديدة، عزيز جانييف يا رب. عزيزون جانييف، جانييف والكرة العرضية العالية بالروس يا تقدم كالعادة، إرسال كرة من كارتابيا خطيرة. كارتابيا كرة ثابتة، كرة ثابتة يتركها إدواردو عرضية مستحيل. سيد أحمد ياندرو، ياندرو بيلعب الكرة في مكان سليم في مكان إلى عزيز جانييف، عرضية الله الله من العرضية. مهدي علي كباك ليفت وكظهير أيسر مع انطلاقة الشوط الأول خطيرة جدا. خيسوس يا لعيب يا ولد ما قدرش يغير حاجة، المباراة كانت صعبة جدا لأن انتشار شباب الأهلي انتشار جميل وقراءة المدرب مهدي علي للجيم قراءة ممتازة خطيرة جدا جدا. ممكن الرابع، الرابع يا ولد الرابع. يتقدم كارتابيا، واحد منهم يتقدم عزيز يا رب.